السلام عليكم. السلام تعبت يا بدر؟ لا لا ما تعبت ولا شيء يا باشا. اجل هواك وقفت. استراحة قصيرة بس. الو؟ هلا خلود. هلا نورة، ابشرك. هالحين كلمتني مديرة المدرسة واخذت الموافقة على فتح فصل محلمية. زين زين. أجل لازم نباشر الخطوات العملية. أنت إزهمي على الحريم اللي اسمائهم عندك وأنا أزهم على القسم الثاني، ومثل ما اتفقنا أنت عليك الحساب وأنا علي القرآن. فمان الله. ألو، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. صباح النور يا عمي. هلا هلا وسهلا، تفضل طال عمرك. يا هلا. بسم الله ما شاء الله. كيف الحال طال عمرك؟ الحمد لله بخير، عساك بخير. يا الله. ألو، أعطونا قهوة بسرعة.
يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا عم. الله يحييك ويبجيك. انا ما ودي اخذ من وقتك الكثير لاني عارف انك مشغول. سم طال عمرك، انت تامر طال عمرك. تخبروا انا عمك مشروع المدرسه النموذجيه اللي كلمتك عنه. اي طال عمرك، بس انا وش دوري طال عمرك؟ انا اعتقد ان المشروع هذا مشروع ناجح معنويا وماديا يا ابن الحلال قايل لك جيب قهوه مو بشاي. ها وش تقول؟ اقول لك جيب قهوه مو بشاي. وش فيك انت اصقه ومتخلف؟ الحق علي اللي عينتك عندي يا وليدي. ما في مشكله، شاي قهوه كل واحد. شلون يا عمي ما في مشكله؟ اقول له قهوه يجيب لي شاي. هذا الرجال ما يركز، يفشلني مع الضيوف، ما عمره جاب شيء صح. يلا يلا راح جيب قهوه بسرعه. يا عبد الرحمن يا وليدي الله يهديك، تراك فشلت الرجال. يا عمي ولا فشلت ولا شيء، ما يركز اصقه. يا عبد الرحمن الشماتة بالناس ما هي بزينة. المهم يا عمي لا تشغل بالك وخله بموضوعنا. لا يا عبد الرحمن أنت غلطت، وأنت الآن خلقت موضوع أهم من موضوعنا. أي موضوع؟ اسمح لي أقول لك أنك بتعاملك هذا إنسان جاهل، لأنه من العيب أنك تعيب إنسان ابتلاه الله بعيب خلقي لا يد له فيه إلا لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني اعتراضك على خلق الله وتدبيره. فإياك أن تجرح أي إنسان ابتلاه الله بعاهة أو بعيب، لأن الله قادر أنه يعافيه ويبتليه بما عبته فيه أنت. وتذكر المثل اللي يقول لا تطنز بأخيك يعافيه الله ويبتليك. مع السلامة. ما نبغى اي نقص في الحفل، نبغى حفل ما يحتاج. ان شاء الله ما نقصر، وانتي شايفه صار لنا شهرين نجهز للحفل. على كل حال انا مقدره مجهوداتكم كلكم، ومثلك عارفه المعاقين يحتاجون للرعايه والعنايه والسعاده، وحنا المسؤولين عن الشيء ده. الو سمي؟ هلا. نعم أنا مديرة معهد المعاقين. الحفل إن شاء الله خلال هالأسبوع. أنتي ولية أمر أحد في المعهد؟ ها طيب على كل حال جزاك الله خير، إحنا ما نستغني عن مشاركاتكم ونحب نتعرف عليكي ليلة تزورينا في المعهد. نعم. شكرا مع السلامة. من هذي؟ فعلة خير تبي تتبرع بهدايا للمعاقين. طيب يعطيكم العافية يا شباب. السلام عليكم. السلام. عسما عشان يا بدر ما انت طبيعي اليوم. لا حقيقة يا مشعل عندنا مشكلة عائلية وما اسمح اتكلم فيها هنا. طيب تجيني اليوم على الغداء؟ ما تقصر، امرك ان شاء الله المساء مشعل. على العموم ترى انا اليوم ماني في البيت في المزرعة. اجل امرك بعد العصر ان شاء الله. زين بس بعد العصر مباشرة بمعرض الكمبيوتر، يعني ان جيت وما لقيت انتظرني شوي. بس لا تتأخر اكثر من ساعة. ماني متأخر، انتظرني بس في الطيب الاجل. يلا مع السلامة. مع السلامة. أنا مالي ومال هالمشروع هذا؟ كيف مالك ومال المشروع هذا؟ المشروع هذا اللي أبوي كرس حياته علشانه. اسمعي
أنا أفهم في التجارة، تجارة المواد الغذائية، السكر والرز، لكن ما لي دعوة لا بالتعليم ولا بالمدارس. كيف ما لك مال التعليم يا عبد الرحمن؟ أنا جاهل، خلاص أنا جاهل، مثل ما قال أبوك. أبوي قال عنك إنك جاهل؟ اسمعي زين، تجيبين العيال وتجينا الحين البيت. وليش أجيب العيال البيت؟ طول بالك يا عبد الرحمن ولا تسويها زعلة. على كل حال أنا ما نبجاي المزرعة زين؟ اسمع إيه؟ كلام زوجتي وأنا أبوت، بس أرجوك لا تتدخلين بالشيء اللي صار بينه وبينه. الحرمة ما لها إلا زوجها وبيتها وعيالها وأنا أبوت. بس يوبا الله يهديك يا بنيتي، احنا ما احنا مطولين هنا بالمزرعة، يومين ثلاثة أيام راجعين للبيت. وش مالك انت وياه؟ هو اللي طقني. يا طقك تطقه بالطقاق انت وياه، لكن هالغصن هذا ليش تقطعونه من الشجره؟ وش فيه يا جدي؟ دائما قطع الاغصان من الشجر. دائما قطع الاغصان من الشجر. الحين انت وياه مسوين نفسك متعلم وانتم جهال. ليش؟ تصرفكم هذا يدل على جهلكم. تدرون عن هذا كم عمره؟ تدرون وشلون تعبنا عليه الين صار بهالطول؟ لا يا جدي. الغصن هذا عمره سنه، لو تركتوه كان اثمر وكلنا من ثمره. تصرفكم هذا جهل ولا ما هو بجهل؟ جهل يا جدي جهل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عبد الرحمن حياك الله. رحوا ابوك، خل مشعل يروح يوصل عمته نوف. تمر امي. يلا عبد الله. وش بك انت والعيال؟ صجي ولا ضيقوا صدري. قطعوا الغصن ها. الله يصلحهم ويهديهم. هذا ابو صالح وصل. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. حي الله ابو صالح. ما شاء الله ابو عبد الرحمن في ذا. هلا هلا. الله يحييك يا اخوي. وينك انت؟ الله يبزيك يا ابو صالح. الله يسلم عمرك. ما يحتاج يا ابو سعد، بالوقت بدقيقه. اي ما شاء الله عليك، انسان منظم يا ابو صالح. ما عليك زود يا ابو سعد، الله يطول عمرك. استرح استرح. شكرا شكرا. الله يسلمك. حي الله ابو صالح. الله يحييك ويطول عمرك. الله يسلم عمرك ويخليك. ما شاء الله. الله يسلم عمرك. صالح وش اخباره؟ بشر عنه. اوه يا ابن الحلال، صالح الله يعينه. صالح مشغول بمخططات المدرسه النموذجيه. سعود ابيك اخوي الله يخليك تاخذ التصاميم هذه تصورها وتكبرها. طيب ليش ما تنتظر الين نخلص من كل الاقسام وبعدين كبرها كلها مره واحده؟ اخوي سعود انا عارف ان المشروع وحده متكامله، لكن ايش ابي انا؟ ابي اشوف كل قسم لحاله. هذا التصميم ابيه يطلع تصميم جميل. الله يعينك، واضح فعلا انك تتعب عليه. يا عمي اهم مشروع عندي اتعب عليه. ابشر ابشر ولا لا تنسى. ها ابشر. شكرا ان شاء الله. تعرفين إنها راح تكون تجربة جميلة؟ وأنا ماني بمصدقة متى يبدأ فصل محلومية. بكرة حلمك يتحقق. كان حلم إني أعلم الوالدة. وليش ما علمتيها؟ يوم إن صرت مدرسة طاحت بالمرض، الله يرحمها. الله يرحمها. على كل حال هالحين أي واحدة فيهم اعتبريها أمك. أجل ليش أبي فصل محل أمية يفتح؟ أنا يعجبني طموحك يا خلود. وأنا يعجبني وقوفك معي. بس أنا عندي سؤال، ولا تزعلين علي يا نورة. لا لا أبد تفضلي. نفرض إنه جاء ناصر. وصار النصيب وتزوجته، تبطلين التدريس في محل أمية؟ يكون في علمك يا خلود، أنا وافقت على التدريس في فصل محل أمية ما هو لأني عندي فراغ وأبي أشغله. لا أنا وافقت لأني أحس أن أي امرأة أمية
هي مسؤولية أي وحدة فينا. مكتبه اشفق ولد وجهي كبري اشفيني انا لاني بصراحه ابيك لو يكون زوجك ايش رايك؟ لا لا كان عان الظاهر ناوي يتزوجني من صدق يا تحكى يا دلول امي حاجتني في الموضوع قلبين يوميا السادسة مساء على قناة ذكريات. يا جماعة الخير، حنا مقصرين بحق نفسنا من أول يوم، حنا صغار وحنا نلعب مع بعض ونشوف بعض كل يوم، والحين أعوذ بالله الدنيا ألهتنا. الله لا يلهينا إلا بطاعته يا أبو صالح. اللهم آمين. أنت يا أبو صالح ألهتك الدنيا والعقارات والمقاولات. يا أبو عبد الرحمن الله يطول عمرك، مو هو أنا بس اللي ألهتني الدنيا والعقارات والمقاولات، أنتم بعد لهين بشغلكم، لكن أنا من اليوم ورايح ناش من بحلوقكم. الله ميري حييك يا أبو صالح، هذه والله الساعة المباركة. أجل وش رايكم يا جماعة؟ سم الله عدوك، نجتمع يا طويل العمر كل خميس عند واحد منا، نسولف ونعين خير ونتعشى وعيالنا يتعرفون على بعض أكثر. وهذا اللي لازم يصير يا أخوي أبو صالح، أنا موافق، وأنا بعد ما عندي مانع. نعم يا حكيم، ها؟ من هو؟ طيب خليه يجي لمنا بالمجلس هنا. عن إذنكم خلونا نروح أستعجل القهوة. تفضل. يا هلا والله، الله يحييك يا بدر. الله يحييك يا عم. ها بشر، وش اخبارك انت والكمبيوتر؟ الحمد لله، ان شاء الله هذه السنه الاخيره بالكمبيوتر. يا الله التوفيق. ولا هل وشلونهم؟ الحمد لله بخير ما عليه. الا الوالد وش يشتغل يا بدر وانا عمك؟ الوالد؟ اي نعم. يوم العلم انه يشتغل بالتجاره الخارجيه. افا يوم العلم؟ في واحدة ما يعرف ابوه وش يشتغل؟ ليش حنا نشوفه عشان نعرف وش يشتغل؟ ها وليش ما تشوفونه؟ على طول مسافر بشغله، وكثر سفره سبب لنا مشاكل يا عم. على أي حال أرجو أنك تعتبرني بمكانة الوالد، وإذا احتجت أي خدمة أنا مستعد. ما تقصر يا عم. وأنا عمك لا تخلي شيء في نفسك، وسع صدرك وتكلم، نفح عن نفسك. ما بزعجكم مشاكل يا جماعة.
أبد يا وليدي، ما في إزعاج، تفضل قل اللي تبي. مشكلتنا يا عم يمكن ما هي مشكلتنا الحالة، يمكن مشكلة كثير من العوائل اللي الآباء فيها مقصرين جاء أفراد الأسرة من كثر سفر الوالد المستمر، ما صار له وقت يقعد معنا ولا يفهم مشاكلنا. يمكن الوالد الله يعيننا وياه يا بدر مشغول. صحيح مشغول، لكن لابد رب الأسرة يفرغ شوي من وقته عشان يحسس أفراد الأسرة بالأمان والحنان. والوالدة موجودة؟ الوالدة لها دور والوالد له دور ثاني. طيب وبعدين؟ مرة الوالد كان مسافر كالعادة وأنا كنت في جدة، ما كان في البيت إلا بندر وأختي الصغيرة كانت مريضة. والوالدة وين كانت؟ والدة كانت معزومة على عرس ولد خالي. عجيب، تروح وتخلي أختك الصغيرة مريضة؟ ما كانت تعرف أن الطفلة مريضة. بندر وهو بندر اللي نعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن متى الحادثة هذه؟ من شهرين. طيب ما أخذته على دكاترة مختصين؟ بندر يرفض، حاولت كم مرة ما قدرت، تعقد جلس في البيت مثل المهبول، مرة يضحك ومرة يبكي، ما عاد أحب أشوف أحد. والمشكلة ما أبي أكلم أحد في الموضوع، إيش لا يقولون عنه مهبول أو يتعاملون معه على أنه مهبول ونخسر الولد. بصراحة أنا ما أدري إيش أسوي. بسيطة يا ولدي، بس حنا لازم أولا نتعرف على الوالد اللي رجع بالسلامة، وبكرة ودنا نزور بندر إن شاء الله. أبشر يا عم. بسيطة وأنا أبوك، الأمر بسيط ولا تشغل نفسك فيه. وسع صدرك وأنا عمك إن شاء الله خير. أي بني، بالماضي كان علاج مثل هذه الحالات في غاية الصعوبة لسببين. الأول عدم وجود الأطباء المختصين والمستشفيات اللي تعتني مثل هذه الحالات، والثاني جهل وقصر فهم المجتمع دفعهم إلى الجنون. المهم يا جماعة الخير، خلونا نغير الموضوع ونوسع صدر بدر. أبو صالح تكفى قص علينا قصك مع مهبول الجص. هذا هو مهبول الخلق يا ابن الحلال. يا أبو صالح، هو كان عنده الاستعداد لكن أنت والورعان كملتوا عليه. يا أبو سعد الله يطول عمرك، جاء هذيك الأيام وكنا نتسلى فيه، قالوا لك أنا طبيب نفسي تبيني أعالجه. قص عليهم وش سويت فيه؟ أي مرة؟ يوم تركبه الحمار. الرجال هذا يحب يأكل الجص. يأكل الجص؟ إيه، كان عنده نقص بالكالسيوم ذيك الأيام، ترى إحنا ما نعرف الكالسيوم ولا شيء، لكن هذا الرجال بعد كان يحب يركب الحمير. صاحبي عندك بعد اليوم، لا تخاف، لا حطك، امش معي، لا ما حطك بعد اليوم. ده صاحي مو مهبول، امش لا ذا اللي تحبه، ذا اللي بيوصلك. انتوا يا شباب امسكوا اركبي، لا حطك قاعد اليوم. غيالي الشقحه
حيوانات انتم ولا جدتم تصعيف المسكين ذا اشربوه. شو تسوي انت؟ حول ولا قوه تاكل جص. يا علي هلا برغش. السلام عليك. عليكم السلام. خير ان شاء الله. ايش عندك؟ ايش تبي؟ ابى اروح مزرعه ابو حمود. تكفى لا شفت واحد ياخذنا على طريقه. مزرعه ابو حمود جمعون جمعه. ايش سم وين طريقك؟ المزارع. خذ برغش على طريقك الله يعافيك. يا اخوي وش يشيله ذا؟ وش يشيله؟ شوفت عينك الحمار صغير ولا فيني حيل امشي يا اخوي. اسكت اسكت. تبي تشيله على ظهرك؟ تعال يا اخوي برغش. ايش تبي؟ تعال تعال. وين بتوديني؟ تعال. وين؟ امسك امسك. اوه رح ايدك فيها شعر. ويقولون عنك مهبول. اعرفك لا تقطع ذنب بالحمار. بس انت راح بس راح. السلام عليكم. عليكم السلام. نبي بداله العب اصداء يا عم. ايش تبي بداله؟ نبي جح. ابي جح. عط الرجال. جزاك الله خير يا ولدي. من قدم الحصنة يلقى الجمايل. سبحان الله. بالرغم من جنونه كان الكثير من الناس يتعاطفون معه ومع غيره من المجانين، وكانوا يتكفلون بطعامهم وشرابهم ويتحملون تصرفاتهم. وهذا وأمثاله مذكرات نعمة العقل التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. وهذول المجانين صاروا مألوفين ببلدانهم وبقراهم. يا أبو سعد وكلامك على متمه، أبيك تسمح لي. أنا قصيت عليكم قصة المهبول حق الجص معي يوم إني صغير. أبيك الآن يا أبو عبد الرحمن تقول لنا المهبول الغريب وش سوى بأبوك. هذا ما سوى بأبوي وبس، هذا سوى بالناس كلهم. لا أنا أبي قصته مع أبوك والمذن. وش قصدك يا أبو صالح؟ وحده بوحده؟ أجل. المهم الرجال هذا سموه الغريب لأنه غريب عن الديرة، ولا يجي إلا في الصيف، وغير الصيف ما نشوفه أبد. يمكنه بس يروح المكان ثاني ويسوي نفسه عاقل. والرجال هذا كل البيوت يوكلونه. له عليهم وجبة في السنة يا أبو صالح. يا عباد الله جودوا رب داع لا يردوا. ترى بكرة الدور عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. صبحك بالخير يا أبو عبد الله. هلا 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 والله بالمطوع. ما شاء الله عليك، هذا تصاحي صلاة الفجر قبل الأذان. يا ربي لك الحمد، هذا من فضل الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله سويته فينا. يا عباد الله جودوا رب داع لا يرد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اسمحوا لي يا جماعة، ترى حنا عند وعدنا وانا عمك باتر ان شاء الله نمركم انا ومشعل. حياكم الله باي وقت يا عم، في امان الله. يا امان الله. ابو سعد سم مجلسك الحقيقه ما يمل، لكن انا عندي شغل بالمزرعه على اذنك. تون وين يا ابو صالح انت؟ انا بروح والله، عندي شغلين بالمكتب بدي اخلصه. فمان الله اكرمك الله. الله يحييك. مع السلامه. يا هلا والله ومرحبا. مساء الخير يا بندر. بندر بندر قم يا عمك، قم قم قم، لا تخاف وليدي، قم قم، لا تخاف لا تخاف يا عمك، لا تخاف وليدي، لا تخاف الله يهديك، لا تخاف. السلام عليكم. سلم لا تخاف. تصرفته مع الفراش غلط. غلط أو صح، ما لبوكي حق تدخل في الموضوع. فراش عندي أعاقبة أكافأة، أنا حر. أنا واثقة أن أبوي ما يتدخل لو تبي تعاقبه أو تكافأه، لكن أبوي يتدخل لأنك عيبت على إنسان معاق، وأنت تعرف زين أني نذرت نفسي ووقتي لخدمة المعاقين. وأنا ما قلت لا، بالعكس أنا موافقك على كل اللي تسوينه مع المعاقين، بس ما هو معناته هني ابو سعد. يا ابو عبد الله، ابوي مهانك، ابوي بغى يحطك بالطريق الصحيح لانه طول عمره معتبرك واحد من عياله. ألو، هلا نورة، العم بو سعد موجود؟ طيب طيب، لا لا لا، حبيت أسلم عليه. طيب طيب، مع السلامة. أنا كنت واثقة يا عبد الرحمن إنك إنسان عاقل وتستوعب الأمور. أمس لم نذق الطعام لأننا لم نستطع أن نربح ما يسد جوعنا. وأنا أقول وصلنا، لن تنجح أبدا. أنا كما تحس بألم الجوع سوف تتسول. أنا ريمي فضحكوا لريمي.
ألفة الشريط يوميا 3:30 عصرا على قناة ذكريات. تروح تلعب معهم؟ راح العب معهم من عمك. يا شباب ارموا علينا الكرة سمحتوا، ارموا الكرة. يلا ليش خايف؟ كرة ها؟ شو بتشوفهم يلعبون الشباب؟ يلا امسك 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 ارمها عليهم. يلا 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 شجع شجع وارمي الكورة. يلا يلا ارمي الكورة. شو منتظرونك شباب؟ يقولون ارمي الكورة. يلا 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 تشجع ارمي الكورة. يلا يا عم بشرنا ان شاء الله خير. ابشرك الحمد لله ما عنده خلاف، حاله نفسيه طارئه وان شاء الله تزول، والحمد لله جبناه المستشفى وانا عمك في كل الامكانيات ويبي يلقى العنايه التامه ان شاء الله. اطمئن بس. الحمد لله. بالمناسبه يا عم الوالد ان شاء الله بيوصل اليوم، يكون خير ان شاء الله. يا اخي لازم ناخذ توكيل الشركه هذه، يعني قدرنا ناخذ توكيل 20 شركه في ادوات التجميل والعطور، ما قدرنا ناخذ توكيل الشركه ذي؟ وش الشروط اللي يبونها أخي؟ كل الشروط هذه متوفرة عندنا. على كل حال انت شوف الأمور، إذا توقيع العقد يستاهل إني أسافر فأنا سافرت. مع السلامة. قلت لي أخوك بأي مستشفى؟ مستشفى العلاج النفسي. طيب جيب فاتورة المستشفى عشان أدفعها. يبا المشكلة ما هي مشكلة فاتورة وفلوس. أجل وش المشكلة؟ يبا المشكلة مشكلة سفرك.
ليه يعني ما تبين أسافر؟ أنا ما قلت لا تسافر. هاجر وش تبي؟ يبا حنا نبيك. السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير يا أبو بدر. باب النور حياك الله. كيف حالك؟ أبو سعد يقول كلام لك عنه. يا هلا والله حياك الله تفضل يا أبو سعد. الله يحييك. تفضل عمرك. الله يتفضل عليك. يا هلا بك والله. بسم الله. جزاك الله خير يا أبو سعد الحقيقة كلمني بدر على اللي سويته. أنا ما سويت إلا واجبي يا أبو بدر. الحقيقة يا أبو سعد إن الواحد ما يدري وش يقول لكنك تعرف إن شغلنا هذا دائم يتطلب السفريات. ما عندك نية قهوينا يا بدر؟ ابشر يا عم. الحقيقة يا ابو بدر انا عندي موضوع مهم جدا ودي اتكلم معك فيه وارجو انك تعتبرني. انت مكان والد طال عمرك. اسمح لي اسالك سؤال. تفضل طال عمرك اسال. هالحين سفرياتك هذه والفلوس اللي انت تجمعها المين؟ طبعا اكيد لعيالي. وبرايك عيالك محتاجين للفلوس بس؟ الفلوس تأمن لهم كل شيء. كل شيء؟ ما هو كل شيء لكن اغلب الاشياء. الاشياء المادية يا ابو بدر لكن الاشياء المعنوية ما تأمنها الفلوس. ما فهمت يا أبو سعد. أنا اللي أفهمك. العلم نور. العلم نور. والجهل ظلام. والجهل ظلام. أنا أحب بيتنا لأن فيه جدنا وفيه أمي وأبي وفيه أختي وأنا وحوله حديقة أشجارها تظلنا وجارنا نعزه كأنه أخ لنا. يا بيتنا يا بيتنا فيك السعادة والهنا. تفضل يا مساعد. ومن بكره ان شاء الله وانا عمك تروح مدرستك وتزاول نشاطاتك مثل ما كنت. ان شاء الله يا عمي ما قصرت. وهالحين اسمحوا لي بعد اذنكم. تفضل. تفضل يا مساعد. تفضل. الله يتفضل عليك. حي ما قصرت وجزاك الله خير على ما سويته. هذا واجبنا يا ابو بدر ما سوينا شيء. الحمد لله. تصدق ما كنت متوقع انه بيشفى ويطلع بالسرعه هذه. نشكر الله على نعمة العقل والعلم بعد أن كنا في ظلام دامس. قال تعالى نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. صدق الله العظيم.